السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل على الجزء السابق، كيف تتعامل مع الأندرويد ستوديو. للأسف اكتشفت أنه بالجزء الأخير من الفيديو كان مختفي الشير، فبدي أعيد الجزء اللي كان مذكور. خليني أقول، بدي أفتح الشاشة كيف كانت ظاهرة. هذا إن كان ظاهر هنا تيرمينال، أو هذه البيلد كان ظاهر البيلد، وكان في عندي المين اكتيفيتي والريسورسز اللي اوت، وكان ظاهر عندي ايضا اظن جريدر كان ظاهر. بغض النظر، اذا نفرض هذه الشاشه اللي موجوده بين ايدينا، فكان انا حديثي انه افرض انه الستودنت اول ما شغل الابلكيشن ما ظهرت هذه الشاشات، فكان احنا اللي سويناه، احنا لغينا هذه وسكرنا هذه وسكرنا البروجكت وسكرنا هذه، فظهرت عندي هذا التيرمينال الشاشه امتي سكرين. فاللي حكيته انه في بعض البارتس موجودات هنا بيورجيك ايش الباث تبعت الابلكيشن اللي انت بتشتغل عليه، هذا الباث، وفي عندي باتونز موجودات هنا، يمكن هذا من اهم انواع الباتونز اللي هي بيعمل لك رن للابلكيشن. في عندي هنا باتونز بتتعامل مع الجريدل، باتونز تحكي عن الديفايس، فايل اكسبلورر هنتعرف عليهم باثناء المساق، الايفنت لوب برضو كمان من ضمن الباتونز المهمات. في مجموعه من الباتونز هنا، بيلد تيرمينالز تو دو، وفي عندي هنا فايل بروجكت اكسبلورر، ريسورس ديفايس، عفوا ريسورس مانجر، اند سو اون. هذول مجموعه من التولز، مجموعه من الباتونز، هذول راح نستخدمهم بس في اثناء الماده طبعا. لكن الان اليوم راح نتعرف على البروجكت مانجر، البروجكت اكسبلورر، وكان شغال هنا البيلد كأنه، ومن خلال البروجكت اكسبلورر راح تشوف انه مين تو كومبوننتس كانوا، اللي هما الابلكيشن والجرادل سكريبت اللي حكيت عنها. الجرادل سكريبت اللي هي مجموعة من السكريبتس اللي بتساعدك في بناء الابلكيشن، والابلكيشن هنا بيحتوي على المانيفست اللي هو manifest file، وردي حكينا عنه. هذا المانيفست اللي من خلاله بتقدر تعرف شو السيتنج للابليكيشن تبعك، خلينا نسكره. وتو مين فايلز اللي هما المين اكتيفيتي بالريسورسز، هي موجودة هنا باللي اوت الاكتيفيتي توب مين، والاكتيفيتي هي اكتيفيتي اندرسكور مين، هي عبارة عن XML file، فالديزاين تبعه بيظهر كجرافيكال انترفيس، هي بهذا الشكل، ككود كتكست كود بهذا الشكل. إذا هذا الجزء اللي فاتكم بالفيديو السابق، خلينا نتابع الآن. الآن ممكن أن أكبر الـ Visual Representation للـ Layout بهذا الشكل. أيوة، ففي عندي أنا بيظهر عندي هنا، إذا بدي أكبره كمان، خليني نصغر هذه الجهة. هنا في عندي Text Text Box، وبيطلق عليها هنا بالجاب اندرويد اسمه edit text، فهذه بيعطيني ايش انواع هنا بهذا الباتل، بيعطيني ايش انواع الكنترولز اللي ممكن اتعامل معهم. text في عندي text edit، text view، plain text editor، password and so on. الباتونز، هي أنواع الباتونز، مثلا هذا الباتونز بدي أضيفه هنا، بيعطيك إيش
representation، كيف ممكن تضيف الباك إند، ويدجز، لاي اوت، كونسترينتس، كل هذول الشغلات راح نمر عليهم ان شاء الله اثناء الكورس. اذا ايضا هنا بقدر اتعرف على attributes، مثلا هذا التكست اديت اتريبيوت له، فبيعطيني مواصفاته، الكونسترينتس من فوق ومن تحت من الطرفين، ايش التكست المفروض مكتوب داخله، and so on. مثلا الباتونز بيعطيني هنا الاتريبيوت الخاصة في هذا البتون، وهذا اللي راح نشتغل فيه اثناء المادة، وراح نقدر احنا نقرأ الكبسة البتون او نقرأ ايش بنكتب جوا التكست من خلال الجافا كود اللي هي بالمين اكتيفيتي. ان شاء الله ما في اسئلة لحد هون. من هنا كمان تقدر تحكي انه بقفل بهذا المكان، بقدر اعرف كيف شكل الابلكيشن تبعي راح يظهر باستخدام هذه الديفرنت ديفايسز. ممكن تقول والله بدي اشوف هذا اذا بدي استخدم هذا النوع، مثلا هذه النوع من الديفايس كيف شكله الابلكيشن راح يظهر هو. ف دائما احنا نختار الديفولت مثلا هذه اكسس 5. اذا هذا الجزء يورجيني كيف شكل الابلكيشن راح يظهر على التارجت ديفايس، وبيكون محدد هنا بهذا الديفايس. هذه بتمثل الاي بي اي، الاي بي اي اللي راح يشتغل عليه او راح يحتاجه هذا الديفايس. وطبعا بناء على الاي بي اي راح يكون معروف، راح يكون تحدد شو الفيتشرز اللي بيقدمها هذا الاوبريتنج سيستم. كمان يمكن انك تشوف في الابس كيف راح يكون شكله بلاندسكيب او بورتريت. اوكي، انت المفروض معروف بان لديكم شو اللاندسكيب والبورتريت. طبعا اللي انت بتقدر تحرك، انا نفرض على ارض الواقع بايدك، بتقدر انك تنظر الى جهازك الخلوي يا اما بالعرض او بالطول، فهذا الحكي ممكن تمثل ايضا هنا من خلال هذا الاوبشن. لو بدك تشوف رن للكود تبعك، لو الباكج تبعك على ايموليتر، بدك تضطر تكبس على رن، بس بدك تكون عارف ايش الايموليتر بدك تتعامل معه. فممكن تكون انت لسه بعدك مش منزل الايموليترز. في عندي انه اس دي كي مانجر، الاس دي كي مانجر اللي هو من خلاله بنزل الايميليتر، هاي اي في دي مانجر وهي اس دي كي مانجر. اوكي، الاي في دي مانجر هو بيورجيك ايش الديفايسز اللي بدك تضيفهم. خلي بالك انه انا هذول ضايفهم من الاول، فنفرض انهم مش موجودات فراح تكون فاضيه. عشان انا اضيف ديفايس بتعمل كرييت فيرتشوال ديفايس، بس بالاساس من لازم يكون الاوبريتنج سيستم اللي بدي اتعامل معه نازل، فبكون هذا تحديده من الاس دي كي مانجر. الاس دي كي مانجر بتنزل انواع الاي بي اي، الاي بي اي ليفل اللي بدك تتعامل معهم. فهنا لاحظ انا اخترت مثلا اندرويد 10 with اي بي اي 29، اندرويد 7، اندرويد 4.2 جي دي بينز with اي بي اي 17. اذا هنا بهذا الاوبشن بهذا المكان تقدر تختار الاس دي كي اللي بدك تتعامل معه. بعد ما تختارهم، طبعا لا تختارهم كلهم لانه بده ياخذ وقت هذا عمليه تنزيلهم، فلاحظ في شغلات انستول وفي شغلات نون انستول. بالنسبه لي انا عملت انستول لهذه اللي ظهرت عندي بشكل انستول،
هلا لو بدك تضيف زيادة مثلا هاي الأندرويد، هي أعطاني نون انستول، فبعمل له أبلاي. لما بعمل أبلاي بيبدأ ينزله، بديش أنزل هذا الأوبشن. إذا معناته أنت بتختار شو الـ API اللي بدك تتعامل معها بالـ SDK Manager، وبتختار أوكي، وبعدين بيطلب منك لايسنس اجريمنت، تحكي له يس، وبينزله عندك على جهازك. لما يظهر عندك هذا الاوبشنز، لما يتكون عندك هذه خلينا نقول الاندرويد اس دي كيس، بيجي دور انك انت تربط الايميليتر معه. فهذا الايميليتر في شيء على ذاكرتي، مو بجوز انه شغال بالباك جراوند. خليني اشوف والله. اوكي ايوه شغال، كان شغال عشان هيك ما كانش يستجيب. هبدي اسكرها. اوكي هاي الاس دي كي الان. فبالاس دي كي بتعمل كرييت لفيرتوال ديفايس، بتختار الحجم اللي بدك اياه، ومن ثم بتختار الاوبريتنج سيستم. هاي نكست، فبتختار انه اي اوبريتنج سيستم او اي خلينا نقول انترفيس بدك تتعامل معاه من هذول اللي انت اوريدي نزلتهم. اوكي فتختار واحد مثلا على سبيل المثال، وبتعمل نيكست مثلا هذه، وبتعمل نيكست. هلا لاحظ البقيه هذول لما بيعطيك اوبشن داونلود هن مش نازلات بعد، فممكن انت تنزلهم. اوكي فعمليه التنزيل هيطلب منك نفس فكره التنزيل قبل شوي. انا ما نزلتش لما اخترت مجموعة من الديفايسز ما نزلته، لكن بإمكانك تنزله قبل لا تبدأ العمل. فبتعمل له accept هي next، فبتنزل الـ SDK المناسب. بعد ما تنزله إذا هذا المكان تختار ال عفوا مش بهذا المكان، بهذا الـ virtual بتختار الـ SDK المناسب لإلك، ومن ثم بتربطه بالكونفجريشن. قديش بدك رام، قديش بدك انا شوف اللوكيشن اوبشنز، هيطلب منك قديش بدك رام، شو نوع الاوبريتنج سيستم. ايوه هنا شو نوع الاي بي اي، هل بدك اياها تكون بورتريت ولا لاندسكيب، هل الجرافيكس تكون مخصوصه لك، بتختار شو الجرافيكس كارد بدك تتعامل معاه. طبعا لازم تكون متوفر هذا الجرافيك كارد اند سون. بغض النظر انت بتختار الايميليتر بناء عليه، بتعمل فينش وبينزل هذا الايميليتر. هلا لما بدك تيجي تشغل برنامجك بدك تشغله على واحد من الايميليتر اللي انت بدك تختارهم. فيا اما بتشغل الايميليتر بالبدايه وتخليه شغال، مثلا بدي اشغل هذا الايميليتر. من هنا شغل، بياخذ وقت التشغيل، لكن المفروض انك لما تشغل الايميليتر تخليه شغال في الميموري، فبتسرع عندك عمليه الرن. مش كل مره بدك تعمل رن بدك تشغل الايميليتر. انت ممكن تشغل الايميليتر وتخليه بالباك جراوند، ولما يجي الرن تربطه مع الايميليتر. هيرجع بيشغل بالاوميليتر. وزي ما حكينا برضه كمان في فيديو انا حطيت لكم اياه كيف انك تربطه مع الجيني موشن، والجيني موشن اسرع نوعا ما من هذا الاوميليتر. خلينا نسكر هذه. اذا لما بدي ارجع من رن هيورجيني انه بيعمل رن على هذا الاوميليتر، طبعا بشرط انه ما يكونش في ايرور بالبرنامج. طيب هلا اذا عملت رن، هاي بعمل رن من هنا، برجع للابلكيشن مين اكتيفيتي، هاي جابه مين اكتيفيتي هاي. ثم بعمل رن، يعطاني ايرور مش ظاهرة عندي الرن الا لا اصلح الايرور. شو في هنا مشكله؟ الاكتيفيتي
جوز اني ضغطت على شيء، كبست على شيء غلط، انخفضت كيبوردز. اوكي هاي اشتغلت. فاذا انا ابدا اني اشغل الابلكيشن بالضغط على هذه، والمفروض انها الان راح تعمل رن على الاميليتر. اوكي طبعا انت هنا احنا بس شغلنا ابلكيشن، هسه الباتن المفروض يكون تحت. هذا بيعتمد على ايش؟ الابعاد اللي المفروض نحطها على البرنامج، وهذا الحكي راح نشوفه الحصه القادمه ان شاء الله، كيف انك تحدد الابعاد وتعمل ريستريكت لهذه الابعاد، وبحيث انه اللي انت بتحدده بالديزاين هو اللي راح يظهر عندك على الشاشه. هلا ممكن انا اشغل من الجين موشن قبل ايميوليتر، جين موشن ايميوليتر تذكروا نزلناها الجين موشن شيل، عملناش الشيل نشغل الجين موشن نفسه. اذا بتشغل الجين موشن بتختار الايميوليتر من هناك اللي سويناه احنا ايضا بمحاضرة سابقة، تعلمنا كيف ننزل جين موشن، فهذا الحكي بدك تستفيد منه هنا. هاي طبعا انا كنت اتذكر اخترنا هذا الاميليتر، بعمل له رن كده دبل كليك تم رن يس. اذا هذا راح يشتغل الجيني موشن، وايضا تقدر تعمل رن للكود اللي معمول على الاندرويد ستوديو على هذا الجهاز، وكأنه انت معاك جهاز خارجي ورابطه مع الكمبيوتر اللي بيعمل رن لهذه الابلكيشن. نشوف هاي الجيني موشن اشتغلت. ثم ارجع ل نعمل رن هنا، المفروض الان يظهر على الجيني موشن. خلينا نشوف ايش النتائج اللي بتطلع هون. خلينا نحط هيك عشان تبين معنا شو بصير. طيب بلاش يشتغل. وهي ظهر عندك هنا. اذا ممكن تستخدم الجيني موشن اس دي كي، عفوا الجيني موشن ايميليتر في اظهار الرن. وخلينا نتوقف هنا اليوم، نكمل الحصة القادمة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.